نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ضمك ودائما طيب الذكر بالنسبة للضمكاويين زمن شوط المباراة الثاني. الكرة الآن على الجهة اليمنى خطيرة، تقدم سعد بقير، تقدم سعد بقير، خطيرة لأبها صالح العمري الآن، تسديد الله، شوف الكرة، شوف التبريرة، شوف الانفراد، شوف التسديد القوية، لكن مصطفى زغبا يدافع عن ألوان فارس الجنوب، يدافع عن مرمى أبها هذا الموسم. وجود مدافع مثل المدافع عبد الله السوري وأيضا مثل المدافع فاروق شافعي، يسرى انطلاقة حاضرة عن طريق عبد الفتاح آدم، التقدم الأول الآن، خطيرة، جول، هي جول، الكرة بتتخلص، مطالبة بركلة جزاء، حكم المباراة الصف التالي البطاقة الصفراء، وحكم المباراة يعود إلى الفيديو، يعود إلى الفار من أجل متابعة التعادل في هذه المباراة. هذا ما يفكر به نادي أبها، بكرة الآن خطيرة لمصلحة نادي أبها في محاولة التقدم، العرضية هي داخل منطقة الجزاء، خطيرة، التسديدة من نو نتيجة الآن صالح العمري يتقدم، هذه خطيرة الآن، الله الله الله، سعد بقير بعد خروج الحارس مصطفى زغبة حطها في الزاوية سعد بقير، لكن القائم هو من يتعاطف مع فارس الجنوب عن مرمى في اللقطة الماضية، سعد بقير ركلة زاوية ملعوبة، مصطفى أبها يبادر بركلة زاوية سعد بقير، الله الله الله، العارضة رأسية زكريا سامي اللي تصدت لها العارضة طريق عبد الفتاح آدم، تقدم عبد الفتاح في طلب كرة من جانب صالح العمري، مرة أخرى إلى عبد الفتاح، انطلق من الجهة اليمنى، يلعب الكرة الآن، ماذا يخفي هذه الابتسامة يا تونسي؟ التونسي سعد بقير، سعد بقير، الله على التسديدة من جانب سعد بقير، شوف الكرة، شوف الكرة، والله حطها في مكان، لكن الحارس مصطفى زغبة قد نجح في إبعاد الكرة ثلاث زاوية لمصلحة صالح العمري. لمصلحة نادي أبها في كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة، الله على المرور، تسديدة، الله، مرر، سدد، وضع الكرة في مرمى الحارس مصطفى زغبة، وبالتالي شوف الكرة، شوف المرور، شوف التلاعب، الله على الخفة، الله على، وهدف التعادل والابتسامة الكبيرة لهذا المباراة الثاني. صالح العمري الآن يلعب الكرة، تمريرة، نواف إلى صالح، عدى صالح، الله، الماضية عدى صالح العمري، نجح في مراوغة المدافع صالح نادي أبها ليعلن عن قلب الطاولة، عدى بالتالي صالح حطها، يعرف طريق الشباك، الله الله الله، على الملعب، شوف الكرة، شوف الانطلاقة، هذه عادة لهدف سعد بقير أو تمريرة سعد بقير وهدف صالح العمري، الهدف الرائع والفرحة الكبيرة لرويال كومانس الهولندي، الهولندي التبديل سعد بقير يغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ومشاركة محمد راجي. We'll be right back.